اهلا بيكم في مطبخينه. وصفتنا النهارده كيكه طبقات من الكراميل والبرتقال والشوكولاته. هنعملها بطريقه سهله اي حد ممكن يعملها وتنجح معاه. طعم البرتقال مع الشوكولاته مميز ورائع جدا، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. ويا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. يلا بينا نشوف عملنا وصفتنا ازاي. اول طبقه معانا الكراميل. هنحط على النار طاسه، نحط فيها ربع كوباية أو 50 جرام من السكر، وربع كوباية أو 6 معالق كبار من المية، وهنسيبهم على نار هادية جدا لغاية لما يعملوا الكراميل. أول ما يتكون الكراميل وهو لسه سخن جدا كده، هنحطه في صينية فرن مدهونة بنقطة من الزيت. هنحطه بسرعة لأن هو بيبرد وبيجمد بسرعة جدا، فعايزين نوزعه كده بسرعة جدا في الصينية، وناخد بالنا لأن هو بيكون سخن جدا. نص كوباية من المية، نحط فيها 2 معالق كبار من النشا اللي هما تقريبا كده 40 جرام. هنقلب كويس قوي عشان ندوب النشا في المية. وبعدين هنجيب العصير بتاع البرتقال، بيبقى تقريبا نص لتر، 2 كوباية معياريين من عصير البرتقال، نحطهم في حلة وهنضيف عليهم خليط النشا والمية اللي احنا لسه مدوبينهم دلوقتي. هنقلب الخليط ده كويس قوي، وبعد كده هنضيف عليهم السكر. السكر اللي معانا هنا 1/3 كوباية او 80 جرام من السكر. اللي يحب الحاجة مسكرة اكتر شوية ممكن يزود يخليها 1/2 كوباية اللي هي بتساوي 100 جرام. هنقلب كويس قوي. هنحط الخليط ده على نار هادية جدا على النار مع التقليب المستمر لغاية لما يتقل. بعد كده هنجيب بقى 4 بيضات، هنحط عليهم 2 كوباية من الفانيليا. ممكن نضيف عليهم معلقة صغيرة من بشر البرتقال، بتقوي طعم البرتقال في الخلطة. هنقلب كويس قوي لغاية لما يمتزجوا جدا. وبعد كده هنجيب بقى عصير البرتقال وهو لسه رافعينه من على النار، بيبقى سخن، هنضيفه مع التقليب المستمر على خليط البيض مع الفانيليا. علشان ما البيض ما يستويش لازم يكون التقليب بسرعة قوي كده. خلاص خليط البيض مع عصير البرتقال بقى جاهز. هنصفيه فوق الكراميل اللي موجود عندنا هنا في الصينية، وبكده يبقى الطبقة التانية من بودنج البرتقال بقت جاهزة. الطبقة التالتة بقى كيكة الشوكولاتة. هنفصل بيضتين صفار عن البياض، على البياض هنحط رشة من الملح وهنضربها بالمضرب الكهربائي لغاية لما تعمل مارينج ويبقى جامد زي ما احنا شايفين في الفيديو. ثلاث معالق كبار من الزيت، هنضيف عليهم اللبن، ربع كوباية اللي هي بتساوي 60 ملي. هنحطهم بعد كده على نار هادية لغاية لما يسخنوا، بس مش هنسيبهم يغلوا. بعد كده هنجيب صفار البيضتين، هنحط عليه ربع كوباية من السكر اللي هي بتساوي 50 جرام. هنضربهم كويس قوي لغاية لما السكر يدوب ويبقى لونه فاتح. بعد كده هنضيف خليط اللبن والزيت وهو لسه سخن مع التقليب المستمر. بعد كده هندخل عليه ربع كوباية من الدقيق اللي هي 2 كبار أو 35 جرام، و2 كبار من الكاكاو الخام بيساوي 20 جرام. هندخلهم على الخليط بتاع البيض، وبعد كده هنقلب كويس لغاية لما يمتزجوا. ممكن نضيف 0.5 معلقة صغيرة أو 0.25 معلقة صغيرة من النسكافيه، وده اختياري. هنضيف بقى البياض كده شوية بشوية بالتدريج على الخليط ونقلب بالراحة قوي لغاية لما نخلص كمية كلها.
كده هنحط خليط الكيك فوق بودنج البرتقال اللي احنا عملناه قبل كده ونساوي وش الكيك نفسه كويس. كده الطبقة التالتة من الكيك بقت جاهزة. هنجيب صينية اكبر شوية نحط فيها مية ونحط الصينية بتاعت الكيك جواها، عشان كده هنحطها في حمام مائي في فرن سخن على حرارة 160 درجة لمدة تقريبا من 45 ل 50 دقيقة. بعد ما هتبرد نحطها في التلاجة على الأقل ساعتين وممكن ليلة كاملة. هنقلبها هتطلع بالشكل اللي احنا شايفينه ده، بتبقى جميلة جدا جدا. طعم البرتقال مع الشوكولاتة مميز قوي، ولازم تجربوها علشان تعرفوا قد ايه هي جميلة. بتدوب طبعا في البق لان هي في نفس الاحساس بتاع الكريم كراميل بس بطعم البرتقال مع الشوكولاتة بقى بيبقى جميل قوي. يا رب يكون عجبكم الفيديو، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، وبحب قوي اعرف رأيكم في التعليقات، والى اللقاء في الفيديو الجاي ان شاء الله.